بدات ديه. شحال في عمرك؟ 10 سنين. واش تبيع؟ ليتشيز. وهذه سبيسيال يخدموها في الدار. ايه. تقدر تورينا ليتشيز تاعك شحال؟ نقدر. واش نشوفهم بنا زعما؟ هاي ليه. واش فيهم هادو؟ تروا فرماج و ايه. وري الكاميرا هكذا كفتح واش فيه؟ كاشير فرماج. ايه صح. شحال تحسب فيه؟ 15000. 15000 ماشي غالي شويه. الداخل يبيعوا فيه 40000 30000. وانتم اصحابو؟ ايه. انتم معاه برك؟ ايه. نعاونوا ولاد عمك. ايه. تعاونوه انتم؟ باينه. ايه. و 15000 ماشي غالي ساندويتش. ولي ما عندوش نمدولو نورمال. مدولو؟ ايه. هذه هي الرزق. صداقه. ايه صداقه. موصياتك يماك هكذا قالت لك صدقني ما عندوش صدق. ايه. هذه هي الرجله الجزائريه شهامه. المندوح في الدرام المندوح حسنات عند ربي. ربي يحفظك ان شاء الله ربي يبارك فيكم. نلقى واحد زعما قاعد فقير هذيك النهار جا واحد السيد كنا انا وهذا نبيعو. ومن بعد جا واحد السيد قال لنا بلي راني كنت راقد برا والاخر غاضني انا عطيت له حبه قلت له هاك كلها. ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زاير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.